لو دخلت على الفيديو ده انت بقى بتحب الانتيكات والورد زي كده بالظبط، احنا بنحب التفاصيل قوي. فالفيديو النهارده بيتكلم عن الفستان دول وانا جايباهم منين، وكمان حاجات تانية هقولها لكم. معاكم سارة صبحي، فيديو النهارده بيتكلم عن الحاجات دي. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. انا نزلت الاسبوع اللي فات كده العتبة، تمام. كنت عايزة اشتري زهورية او فازة صغيرة عشان احطها في المطبخ. المهم سألت على الشارع اللي هو في العتبة، اللي هو اسمه شارع بتاع هو في درب البرابرة، تمام. درب البرابرة دي مليانة نجف، يعني انت عايزة تنزلي تشتري نجف، نجف بجد حلوة قوي وكريستال وكل حاجة، او كلاسيك او مودرن، هتلاقي في درب البرابرة دي، تمام. درب البرابرة هتلاقي في شارع هناك رفيع كده على اوله بتوع السبوع، يعني انت لو رحت العتبة قولي بتوع السبوع فين اللي بيبيعوا حاجات السبوع، هيقولوا اي حد هيقول لك هو فين، ان هي يعني مشهورة جدا. المهم يعني ايه، دخلت الشارع ده، دخلت بقى لقيت شارع كده مليان حاجات زرع ومليان ورد وحاجات كتيرة قوي صناعي. المهم دخلت الشارع ده، فضلت ماشيه ماشيه ماشيه، عجبني محل، فقلت اما اخش اشوف عنده ايه. فجبت منه الفاصتين دول، او مش عارفه اسمها ايه، تمام. هي شكلها كانها طبيعيه قوي، واللون الاخضر بتاعها لون جميل، يعني لونها حلو قوي كانه طبيعي. بصوا حسيت بجد ان ايه، والخامه بتاعت دي يعني حلوه قوي، تمام. حسيت ان هي حاجه طبيعيه، فده احسن حاجه عجبتني فيها. وجبت الشكل ده كمان منها، شكلين مختلفين اهو، في اشكال تانية كمان، وفي بقى الوان، يعني في ستايلات كتيرة قوي من الشكل الزهورية او الفازة دي، بس انا عجبتني دي. يعني حسيت كده ايه، هتلاقي على الخشب، على انا حطها على ترابيزة التلفزيون، فحسيت ان دول هيليقوا على الخشب وكده، على الستايل ده، تمام. اهو دي الواحدة كانت بكام؟ كانت ب30 جنيه. انا بقول ان هي كده سعرها حلو قوي بصراحه، لان هي مش بلاستيك. ده مش بلاستيك، وده اهم حاجه عندي، ده مش بلاستيك، فان هي ب 30 جنيه، فهي كان سعرها حلو قوي. المحل بقى طلع اسمه ايه، اسمه محمد طعيمه. انا سمعت عن المحل ده قوي، بس انا ما كنتش قصدي ان انا اخشه، يعني انا لقيت محل شكله حلو وشكله كده في حاجات حلوه قوي مبهجه، فدخلته. وبعد كده عرفت ان ده محل محمد طعيمه اصلا. انا كنت اصلا بشوفه كتير على اليوتيوب، وفي ناس كتيره بتشكر فيه، فلما انا دخلته حسيت بجد ان هو حلو، وكمان عنده حاجات كتيره قوي واسعاره حلوه. في بقى عندهم حاجات للمطبخ حلوه قوي واسعاره حلوه، وبصراحه هو كان زحمه، وهم ناس كويسه بيبيعوا، ناس كانت كويسه وكده. فاشتريت بقى ايه الاتنين دول، وقلت لما انزل تاني القاهرة هبقى انزل اشتري فقلت لما انزل القاهرة تاني ان شاء الله هبقى اشتري تاني حاجات منه، واحوش بقى علشان ايه، كنت انا فلست خلاص. اشتريت بقى حاجات مطبخ، واشتريت الحاجات دي كمان، فكنت جبت بقى ايه اخري، فعايزة نحوش تاني وهننزل تاني. المهم انا كده اكون الفيديو بتاعي خلص، ويا رب يكون عجبك المشتريات دي. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك، ولو انت مشتركه جديده وعايزه تشتركي في القناه اهلا بيكي، وتابعوني الفيديو الجاي. ويلا باي باي.